تحت الضغط. سلمى ومصطفى، مصطفى وسلمى. سلمى هتبتدي الأول ومصطفى هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. سلمى تفضلي مكاني. كم سؤال يا سلمى؟ 10 إن شاء الله. في 45 ثانية. محمود دربك على الأسئلة في البيت؟ مرضتش؟ ليه؟ أنا أصلاً بتوتر لوحدي، أصلاً الفقرة دي موترة لوحدي، اسمها نفسه موتر. ما هي تحت الضغط. انت مش كنت تتدربي عليها شويه؟ احنا وحظنا بقى. هنشوف. مصطفى تمام، تحت الضغط كاونتر. من هو الكاتب المصري الراحل مؤلف روايه البوسطجي؟ باس. كم عدد الوان علم دوله سورينام؟ 3. غلط. ساكن قصادي اغنيه المطربه المصريه فمن هي؟ باس. في اي دوله عربيه يقع جبل عتاقه؟ مصر. صح. قائد كارتاجي شارك في معركة زاما ضد رومان عام 202 قبل الميلاد. ما هو نظام الحكم في دولة تشيلي؟ جمهوري. صح. من هي الفنانة التي قامت بدور هند في فيلم الإرهاب والكباب؟ يسرى. صح. في أي دولة أوروبية تقع مدينة أنتويرب؟ باس. كم عدد الأضلاع في 52 مثلث؟ 7. غلط. تفضلي. الأسئلة كانت سهلة. سهلة جدا. معلش. هارد لك. لما حد بيقف تحت الضغط الوضع بيتغير خالص يا إيم. أنا مكانه هنا بيقول الأسئلة سهلة قوي قوي، ولكن تحت الضغط الوضع بيبقى مختلف. سلمى كم إجابة صح؟ عدتش. 3 إجابات صحيحة ب 15 نقطة. هنشوف مصطفى هيعمل إيه. سليم، عايزين مصطفى ينضم لينا. مصطفى عايز تعرف سلمى عملت ايه ولا لا؟ لا. انا قلت 9 اسئله من العشر، ما لحقتش اقول السؤال العاشر. تمام. اتفضل هنا. ايوه. مستعد؟ على بركه الله ان شاء الله. تحت الضغط كاونتر. من هو الكاتب المصري الراحل مؤلف روايه البوسطجي؟ يحيى حق. صح. كم عدد الوان علم دوله سورينام؟ غلط. ساكن قصادي اغنيه المطربه المصريه فمن هي؟ نجاة. صح. في أي دولة عربية يقع جبل عتاقة؟ مصر. صح. قائد كارتاجي شارك في معركة زاما؟ صح. ما هو نظام الحكم في دولة تشيلي؟ جمهوري. صح. من هي الفنانة التي قامت بدور هند في فيلم الإرهاب والكباب؟ يسرى. صح. في أي دولة أوروبية تقع مدينة أنتويرب؟ تشيكوسلوفاكيا. غلط. كم عدد الأضلاع في 52 مثلث؟ 150. صح. ما هي جنسية لاعب التنس العالمي؟ ما لحقتش. اتفضل. برافو عليك يا مصطفى. اتفضل. كم إجابة صح يا مصطفى؟ مش عارف. 7 إجابات صحيحة. ومش بس كده، كمان هتاخد 10 نقط هدية من سلمى. تعالي نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. كم عدد ألوان علم دولة سورينام؟ 4 مش 3. أخضر وابيض واحمر واصفر. في اي دوله اوروبيه تقع مدينه بلجيكا؟ انتويرب. في بلجيكا. عاصمه الالماس. فعلا يا هيام، عاصمه الالماس. بالظبط كده يا حسام. طيب النتيجه اتغيرت، بس احنا هنشكر سلمى ومصطفى. مصطفى وسلمى اتفضلوا. طبعا مصطفى تالق وغير النتيجه، وهنشوف ايه اللي حصل. سلمى كنتوا كام؟ كنا 80. وكم إجابة صح؟ 3. ب15 نقطة بقيتوا 95. مصطفى كنتوا كام؟ 35 قفزة. 7 إجابات صحيحة و10 نقط هدية من سلمى. قلت لها شكرا ولا لا؟ أيوة لازم تقول لها شكرا طبعا. النتيجة اتغيرت، منسي الأسطورة رجعتوا في المباراة تاني وبقت النتيجة 80، فرق 15 نقطة. المباراة رجعت تاني صعبة. ودلوقتي